شرايط السيسي، هدم شرايط السيسي. اللي حصل ده السيسي النهارده مش رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه الفعل في البلاد حسني مبارك. طيب انتوا هنا واقفين ليه؟ واقفين هنا ليه؟ ايه ممكن تقول لنا انت؟ انا واقف ليه؟ واقف عشان خاطر قدام اخواتي وقدام اصحابي اللي راحوا حضر. النهارده اخواتي ماتوا، النهارده اخواتي ماتوا، ما توش ب 25 ولا 28، النهارده الناس دي ماتت. نقعد نموت في مكاننا من الحصرة، يا إما نتحرك نقول كلمة.